انت ما شايف قدامك كده قوائم احترافية جدا، وتعال بقى نسمع التعليق العربي. بص بقى، لو انت ما كملتش الفيديو للاخر اعرف ان اللعبة مش هتشتغل معاك وهتواجه مشاكل، لان كل كلمة هقولها في الفيديو مهمة جدا. ركز بقى معايا كده عشان اللي هندخل في الجدة. اول حاجة هنشرح طريقة التثبيت. طيب هنشرح طريقة التثبيت ازاي؟ هقول لك دلوقتي. كل عليك اللي انت هتخش على اول تعليق هتلاقي رابط فيديو هتخش عليه. الفيديو ده هشرح لك فيه طريقة التثبيت بالظبط كده، كل حاجة انت عايزها هتلاقي شرح طريقة التثبيت في اول تعليق، تمام؟ عشان ما نواجهش مشاكل بسبب اليوتيوب. هتلاقي بقى كمان في وصف الفيديو ده او في اول تعليق في الفيديو دوت هتلاقي كل ملفات اللعبة بروابط مباشرة من ميديا فاير. فبس كده يا صاحبي، هي دي طريقة التثبيت. نخش بقى نستعرض اللعبة ونشوف مميزاتها ايه. وبس كده يا صاحبي، يلا بينا على طول. وزي ما انت ما شايف كده صاحبي، معاك بقى كل حاجه هنا موجوده في اللعبه. عندك هنا ماتشات دوري ابطال اوروبا، الدوري الاوروبي، مهنه لاعب، مهنه مدرب، والاهم من ده كله ان اللعبه باخر انتقالات ورقتكم وموجود فيها نادي النصر وانتر ميامي وكمان نادي الهلال. تعال نخش كده اي ماتش يا صاحبي ونسمع التعليق العربي. وزي ما سمعت كده صاحبي، ده التعليق العربي. بس كده ده كل حاجة. طبعا هتلاقي طريقة تثبيت وتركيب التعليق العربي في اول تعليق. يكون هنا انتهى فيديو النهاردة. كان معكم معاذ، السلام عليكم.